اهلا بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي هنروح لزميلتنا ليندا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب النهارده. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير يا ايمان. صباح الخير يا شاذلي. الحقيقه يا ايمان الطقس النهارده لسه فيه ارتفاع في درجات الحراره، الصبح هيكون دافي ولكن بالليل مازال شديد البروده، لكنه انخفاض عن امبارح صح؟ لا، ولا ارتفاع؟ ارتفاع عن امبارح. امبارح القاهره سجلت 21، النهارده بتسجل 23. طيب تمام، طب ده خبر يسعدنا الحقيقه جدا. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اسعار صرف العملات الرسميه، وهنبتدي مع الدولار الامريكي. سعر البيع سجل 18.36، اما الشراء فسجل 18.26. اليورو البيع سجل 20.16، والشراء سجل 20.04. الجنيه الاسترليني البيع سجل 24.23، اما الشراء فسجل 24.09. هنروح للفرنك السويسري، البيع سجل 19.72، اما الشراء فسجل 19.61. اليوان الصيني البيع سجل 2.88، اما الشراء فسجل 2.86. الين الياباني البيع سجل 15.01، والشراء سجل 15.42. هنروح للريال السعودي، البيع سجل 4.89، اما الشراء فسجل 4.86. الدينار الكويتي البيع سجل 60.45، اما الشراء فسجل 59.96. الدرهم الاماراتي البيع سجل 4.99، اما الشراء فسجل 4.97. اما مشاهدينا بالنسبه لاسعار الذهب، فعيار 18 سجل 844 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 985 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1126، واخيرا الجنيه الذهب سجل 7880. من اسعار الذهب مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون دافي على القاهره الكبرى والوجه البحري، وفي شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه. ده غير كمان انه هيكون في نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة في أسوان 30، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 17. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.